اليوم تواصل فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية. الرئيس السيسي يؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت للحفاظ عليها من الانهيار. والمسمار يتهم تركيا وقطر باتخاذ ميليشيات طرابلس قناعا للتدخل في ليبيا. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تتواصل اليوم فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المؤتمر الشكر للشعب المصري عن كل ما تحقق من إنجازات خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن المؤتمر يسعى نحو حوار بناء وجاد. أكد الرئيس السيسي أن الحكومة لابد أن تضع في اعتبارها رد فعل المجتمع عندما تتعامل مع القضايا التي تمس المواطنين. وخلال مداخلة له في الجلسة الأولى من نموذج محاكاة الدولة المصرية في مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية، أشار الرئيس إلى أنه اتخذ الإجراءات حازمة وصعبة للحفاظ على الدولة من الانهيار، لافتا إلى أن وعي الشعب المصري كان هو المحرك الأساسي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الصعبة، معلنا أنه سيتم قريبا افتتاح مدن جديدة. قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي إن ميليشيات طرابلس ما هي إلا قناعا للتدخلات التركية القطرية في ليبيا. وفي تصريحات له كشف المسماري عن استهداف الجيش الليبي مراكز في مطار معطيقة للطائرات بدون طيار وغرف التحكم الخاصة بها، مشيرا إلى أن الجيش يتقدم في معركة طرابلس، وأضاف أن القوات تتمهل في اقتحام العاصمة حفاظا على أرواح المدنيين. دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختياره لمدير المخابرات الوطنية جون راتلكليف كشخص يستطيع ضبط وكالات المخابرات التي خرجت عن السيطرة على حد وصفه. ولدي عودته إلى البيت الأبيض من فيرجينيا، قال ترامب إن راتلكليف سيقوم بعمل جيد إذا حصل على موافقة من مجلس الشيوخ. أعلن مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية باتجاه حدودها الشرقية فجر اليوم حلقا على علو 30 كيلومتر لمسافة 250 كيلومتر قبل أن يسقطا في بحر اليابان. هذا وأكدت وكالة يونهاب أن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية يعقد حاليا اجتماعا طارئا على خلفية التجارب الصاروخية الجديدة لجارتها الشمالية. انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.